هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من تابز. لحلقة اليوم طبعا رجعنا فيها بهدف قديم شوي بس بشخصيات شوي جديدة. طبعا ما باليوم حيكون عبارة عن ارينا، بس ارينا كثير بسيطة، ما فيها حواف، ما فيها مي، وما فيها اي شيء ممكن يقتل من العالم الخارجي. بس شخصيتنا لليوم هي هاي الشخصية اللي اتوقع انه قبلها كان في شخصية تانية عبارة عن ظلام وبعدين غيروها صارت هاي، اللي هي الماركلوس او شيء هيك اسمه. هاي الزلمة اول مرة بشوفه بس عنده ابتسامة كتير حلوة الصراحة، وشكله كتير قوي، شكله كتير قوي. زاد انه في لسه شخصيتين تانيين حجربهم بعدين، اللي هو الايستوود والمارينا سيجل. بس اول شيء هات لحتى نبلش بالتقيل، هات لحتى نبلش مع هذا الزلمة. ما عندي اي فكرة على قدراتك او على طاقاتك، بس ملك انا اسف حتكون فار التجارب كالعادة، لازم تعيش ضد هذا الزلمة او لازم تسوي لك شغلة. ما اتوقع انك حتعيش الصراحة. عم يسوي اوه شيت، سوي تشارج لضربة. استنى شوي، ما بعرف الاتش بي تبع هذا الزلمة كمان. مسح الملك مسح، ولا هاي الشغله توقعتها الصراحه. اول اتش بي تبعه بس 7000، توقعته اكثر من هيك، توقعته يكون 80000 ولا شغله هيك. قاعد ديم عنده ضربه النجمه هاي. ضربه النجمه هاي كثير غريبه، تسوي 1200 دامج بس. يعني بحط لك ثلاث ماموثات وعليهم ثلاث ملوك اللي ما انا معرفين يركبوا على الماموث نفس الناس، حتحسن تقتلهم، حيسووا لك دامج اصلا. اللي حابعرفه كمان، اي والله بيسووا له دامج بس حيصفحهم رسميا، حيصفعهم. خيمة في شغلات تانية عم تنزل. هذا الزلمة مو بيضرب بس نجمة، هذا الزلمة عنده شغلات تانية. ناس ما توقعت هذا الزلمة حيكون كتير قوي. فهات لحتى لي ارفع لك التحدي شوي. يب، ثلاثة سوبر بوكسر الدبابتين. المفروض سوبر بوكسر لو حسن يضرب ضربته يحسن يمسح ومسح. شوف الدبابة قد يسوي الدامج. خيبة، صار سوي تشارج تبعه، فجر الدبابتين مع بعض، طلع على 5000، عم يرجع يهيل. في شغلة عم تخلي هذا الزلمة يهيل. نوب، ابدا الاتش بي تبعه ما عم ينزل بس. خيبة مسح السوبر بوكسر. God damn. ترى لو هيك معناته حتى 10 سوبر بوكسرز ما يحسوا يقتلوه. ويل نزلوه على نص الاتش بي، بس الاتش بي تبعه ما عم ينزل بكمية كبيرة. ريد فيكتوري، هو فاز مرة ثانية. يعني اتوقع انه ضربة السوبر بوكسر قوية بما فيه الكفاية لحتى يتبهدل بني ادم. يعني هات لحتى احط لكم ثور، حيمسحوه مسح لثور. يب، ممكن يضربوا ضربة توصل ل 500 دامج. استنى شوي، هات لحتى نجرب الويزرد ضده. الويزرد طبعا بالعادة بيحسنوا يفجروا الشخصيات اللي نفس هيك. او ديم ممكن مو هالزلمة، بس سووا له دامج محترم 3500. عم يرجع يطلع الاتش بي تبعه، نزلوا له 1900. والله ديم الويزردز معناته قوايا. هلا هيك عندنا اربع صفوف الويزردز. طبعا الويزرد هي شخصيته المفضله بتابس. 10 اتش بي، خيبه لسيته عايش. يخرب بيت الحظ، حيفجروه رسميا، حيفجروه، مستحيل يتم عايش. هذا هو مات. يعني الشخصية بتحسن تموت من شخصيات طبيعية، ما هي هذيك الشخصية الاو بي، لأنه لو ما ماتت من الويزرد كنت راح اروح ضدها على السوبر بزنت دغري. بس اتوقع انه هلا يب السوبر بزنت بيحسن يمسح ومسح، الا لو حطيت كمية محترمة منهم ممكن وقتها هن اللي يمسح السوبر بزنت مسح. شيت، اي والله مسحوه. 10 لحالهم بكفوا. هات لحتى نشوف، فات عليهم السوبر بزنت ومات الزلمة. كيف مات ما بعرف، بس زلمة مات. حس يسوي له 130000 دامج. اكون صريح هالشي عم يعطيني شوية امال، عم يعطيني شوية امال. 150000 واحد قتله. ياب ياب، عندي امال، عندي امال كتير كبيرة هلا. سايتاما تعال هون قبل سايتاما. هات لحتى نشوف بيلي. بيلي على الاغلب حيتصفى. ياب بيلي تصفى، بيلي رسميا تصفى. اتوقع انها هي الشخصية. في عندي هاي الشخصية كمان، والشخصية نزلت جديد على مود محدد، ما عشت الاقيها للاسف. بس اللي عنده فكرة على مكان هاي الشخصية اكتب لي تحت بالتعليقات. وان بنش مان، هالزلمة بالتحديد، هالزلمة لو مات حيكون في معانا امل كتير كبير انه نقتل هذيك الشخصية اللي ما بتموت. فشخصية السعادة هاي حتحسن تقتل سايتاما ولا لا، الله اعلم. بس اتمنى من كل قلبي انه يحسنه. شوف رايحين عليه، رايحين عليه. هذا هو سايتاما متقدم بالبوكس تبعه، ما عم بشوف اي شيء بنوم من الضربه. الاتش بي تبعه لسيته نفس الشيء، ما تغير الاتش بي تبع سايتاما. ما اتوقع انه ضربوه لهلا الاستاذ سايتاما. احس انه يقتل كم واحد منهم. لسيته عم يقاتل، لسه في ناس عم يقاتل. بلو فيكتوري قاعد ديم، تحس انه يقتلهم. 31 واحد، واحد زياده للحظ. روح سايتاما. حتشوف النهاية بسرعة بس ما حتشوف المعركة. بلو فيكتوري مرة ثانية، سايتاما فاز. كاد ديمت. في شخصيتين حاب اني اجربهم، اول واحد هو الايستوود. عندي احساس انه قبل بمرة مر علي هالزلمة، بس عم بطلع عليه هيك مرة ثانية ما اتوقع انه مر علي بهالشكل.
لأن هلا شكله آرثر مورغان إلا شوي. ما طلعت لي جربك ضد كويك درو، شو حتساوي؟ يب حيمسح مسح. هالزلمة المفروض خيبة الرصاصة تبعيته، المفروض يسوي داج لكل شيء بهالدنيا. 20 كويك درو القبيلة كلها، لو صابوه برصاصة وقتها ممكن يعني أقول لكم إنه هالزلمة في احتمال ما ينافس هذوك الشخصيات، بس هات لحتى نشوف. أوه صابوه والله. أكل الرصاصة. لو حطيتك ضد هالزلمة هتحس إنت قتله؟ خيبة. أوه الرصاصة تبعيته بس تصيب بتسوي رفلك. خيبة. هيقتل هاي الشخصية على السريع. نو نو بس الا لو قرب منه وانت ما حيحسن. حطيت سايتاما طيب؟ هاي سايتاما شكله معضل شوي. والله صراحة عم ياكل رصاصة بصدر رحم. هذا هو قتل الزلمة، بس واحد لحاله ما هو كافي. حتى اللي يحط 1000 واحد. خيب ليش الدنيا تغيرت كمان؟ نوب ما حيساوي أي شيء، ولو إني ماني شايف أي شيء بنوب، بس ما حيساوي أي شيء. وآخر شخصية من الشخصيات اللي لازم نجربها، الإتش بي تبعه لونه أخضر، والزلمة لونه أخضر، الزلمة كمان شكله نعسان الصراحة، أتوقع إنه عبارة عن شبح. شو المفروض تساوي هاي الشخصية؟ أعطيني كينج، كينج أهلين وسهلين، ممكن تشيك لي على هاي الشخصية بس؟ بما إنك أوه شيت! والله كم برامج شكل المرساة خيبة! ما فهمت الشخصية، بس فهمت إن المرساة نفسها قاعدة عم تكبر. كبر المرساة، خبطها بالملك. أوه هذا هو الملك ضربه والله. استنى شوي، في امل للملك. نيفر مايند، الا لو كبرت المرساة مره ثانيه. ولو حطيت له 5 ملوك ممكن يقتلوه. رجع كبر المرساة مره ثانيه، قتل واحد من الملوك تبهدل. هذا هو المسكين طار برات الحياه. هذا اللي عنده 21 اتش بي، هذا 400 اتش بي، هذا لسيته تمام. ها اتوقع حيحسن يسوي له دامج هلا. حيضرب ضربته، ياب ضربها 80 اتش بي. في عندهم امل كثير كبير انهم يقتلوه. خيبه هذا عم ينزل منه الاتش بي مع الوقت. شيت شيت، ما في حدا قريب لحتى يضربها. اوه شيت ضيع هالزلمة. لا لا ما هي واحد ضد واحد، هذاك مات. لازم ما تضيع، لا تضيع، كفو عليك. والله الرجال جابها. استنى شوي، الملوك بيحسنوا يقتلوا هالزلمة كمان. والله نزلوا له اتش بي الصراحة، مشكلتهم بهيل، ما بعرف وين بهيل الزلمة كمان. بس لسه الملوك عايشين، وهو بيسوي داجات كمان. هاي المصيبة الثانية. 3800 نوب نوب، ما اتوقع كافيين، ما اتوقع 15 واحد كافيين. 30 واحد، في اي امل مع 30 ملك؟ كمان 30 ملك. نزلوه على 2000 اتش بي، اول مره بينزل على الكميه من الاتش بي. واتوقع كل ما يطلع شخصيه بهين، هذا توقعي. فلو توقعي مكانه المفروض انه هاي الشخصيات تتهيل كل ما شخصيه تموت. فحطيت سايتاما مع 99 كلبر مشان اسمح لهم انهم يرجعوا يهيلوا. بيسووا ضربه هنا بيسووا فيها كتير دامج، بس ما بعرف اذا بتفرق على الشخصيات الاتش بي تبعها مسكر ولا لا. اتمنى انه هاي النظريه تشتغل. كمان كمان بالله عليك، ما حشوف اي شيء، ما حدا منا حيشوف اي شيء من الفايت، بس بدي اشوف ريد فيكتوري. هالي بدي اشوفه. استنى شوي ممكن اشوف شغله. ثلاثه نحاول ندور على سايتاما. اول مره بشوف هالاتش بي. انا جديد بالاتش بي. هالاتش بي تبع سايتاما ان اي ان تحول. اتوقع انه سووا له الدمج بما فيه الكفايه لحتى يموت، بس الزلمه نفسه ما بيموت. هذا هو الغش بذاته. ان اي ان، ما هو حتى ارقام ولا احرف ولا اي شيء. كيف بلو فيكتوري مره ثانيه؟ حجربه بالحالتين، في احتمال تصير، في احتمال ما تصير، احتمال كبير ما تصير، على الاغلب ما حتصير، بس الله اعلم شو حيصير. واخر شيء اللي صار انه تبهدلنا. اوكي خيبة الايست وود من جد حرق الدنيا. حطيت 200 شخصية، حطيت من هاي الشخصية، حطيت من الايست وود اللي هو ارثر مورغان، وحطيت من الشبح. فهذا لحتى نشوف شو حيساوي ضد هاي الشخصية مرة ثانية. اللي الله اعلم شو اللي ممكن يصير، ما في اي حدا منا بيعرف شو اللي ممكن يصير الصراحة. هات لحتى نشوف لو عم ينزل منه اي اتش بي، يعني حتى شيء بسيط انا اقابل فيه. كمان ايست وود، اي حدا يساوي اي شيء، دامج بسيط يرحم اهلكم. تقريبا قتلتوا له سايتاما، بس انا اتفق على هالشيء ولا سووا له دامج بنوب. ايش الشخصيه غريبه؟ مونكي كينج عليه حدا راكب عليه. وات اط ملك او وات ها، شو عم يطلق هالزلمه؟ حتى ما بيسوي دامج. يب عباره عن مونكي كينج، بس اتوقع ان المونكي كينج راكب فوق واحد بحسن يقوص رصاصه كثير قوي. هالزلمه معاه سبير. وات، والملك صفاه عم تصفية. خيبه هاي شخصية كتير غريبة. هالزلمة عبارة عن نصب. أنا آسف سايتاما، أنت حبيبي وكل شيء، بس أنت نصاب. في شغلة بس مع أستاذ سايتاما، إنه سايتاما بيحسن يقتل سايتاما، فلو في ضربة وحيدة سايتاما ممكن يموت منها هي ضربته نفسه. فهون بيجي أستاذ كاكاشي. كاكاشي بيحسن يسوي ميمك، أو بيحسن يقلد كل ضربة بيشوفها، لأنه معاه الشرينجان. لو بحط لك كاكاشي ضد سايتاما، هيحسن يسوي ميمك لهاي الضربة ولا لا؟ ممكن أحتاج أكثر من كاكاشي بهاي الحالة. لأنه أوه سواله مس؟ وات؟ سايتاما يا احول.
بلو فيكتوري نوب ضرب الارض، هاللي كان كافي، ما كان مسوي مس ولا اي شيء. خدعنا. اوكي نفس ما توقعت، احتاج اكثر من كاكاشي واحد. 30 كاكاشي كمان، سووا له ميمك لضربته، بس سووا له ميمك للضربه. وين طاير؟ واحد بس يقلد الضربه، وضعنا بالسليم. بلو فيكتوري مره ثانيه خيبه، وين اختفى هذا الزلمه؟ بلشت اشك انه كاكاشي بيحسن يقلد الضربه. انا حاط كميه كتير كبيره من كاكاشي ولا واحد قلد له ضربته لهلا. هلا مبين كان الخطه حتفشل، حتعتلي اجربها ضد هذا الزلمه بالحالتين. واحد منكم بس ضرب الضربه هاي نفسها على هذا الزلمه، كمان وجي الاتش بي تبعه. تعال شوف شو عم يصير. بلو فيكتوري مره ثانيه، والاقل شيء جربت. اكون صريح، كان عندي امل بهاي الخطه. اخر شغله انتوا قلتوا لي عليها جربها، واللي هو ثانوس. قلتوا لي حط تقريبا 100 ثانوس او شغله هيك ممكن يقتل هذا الزلمه، فهاي اللي حساويه، لاحط 100 ثانوس واجرب لو كلامكم صح. الصراحه النظريه المفروض تشتغل، لانه ثانوس بيحول الشخصيه نفسها او بيمسحها من الوجود، فحنجرب على سايتاما كبدايه. وهاي 100 ثانوس، هذول عم يقربوا، بس لازم يضرب بالحجر الصح، الحجر الصح بس لازم يضرب معاه. كمان ثانوس، لا تفشلنا ثانوس بالله عليك. بعرف انه الاحمر موضوعه من زباله وتاريخ المعارك تبعهم ما هو حافل، بس كمان بالله عليكم واحد بس. اوه صار الزلمه ذهبي، بدنا عكس الذهبي، بدنا اياه يختفي. عم يقتلهم، حتى هو ذهبي، حتى هو واقف مكانه قاعد عم يقتلهم. واحد منكم بس يخفي الزلمه او يحاوله، هذا هو المطلوب. كمان نوب، سايتاما لسيته موجود. بلو فيكتوري مره ثانيه قاعد ديمت، حتى ثانوس ما اشتغل. انا شو اساوي؟ حطيت امالي كلها فيك. اعطيكم فرصه ثانيه، رجعوا جربوا مره ثانيه. لو واحد منكم بس حسن يضرب الحجر الصح فيه حيموت الزلمه. اوه هذا هو صفع الكل مره ثانيه. ريج فيكتوري، استنى شوي، قتلوه اخيرا، سووها. ما في غير واحد منهم بس عايش. بس واحد، اخر واحد، بعد ما مات 99 ثانوس، واحد من اصل 100 حسن يعيش بالمعركة، يعني في امل. استنى، زدت هذا الزلمة بالزبالة، مع السلامة سايتاما، احسنت قلت لك. جيب لي هذا الزلمة هلا. لو هذا الزلمة مات، بيكون سويناها. بيكون اخيرا زبطت. المعلومات اللي اعطيتوني اياها اخر شيء طلعت صح. هذول هن 100 واحد قاعدين عم يتقدموا. عم يحاولوا المساكين. الدنيا حتغدر فيهم هلا. اوه، استنى شوي، سووها مرة ثانية. اختفى الزلمة. هذا هو الزلمة. صار خفاش. 50 اتش بي، المفروض هلا يمسح وفي الارض مسح، والله كان اسهل من سايتاما كمان. انزل يا خفاش، لفوا وجهكم عليه، وين رايحين؟ اوه قاعد ديب. نزلوا عليه مصايب الدنيا، واخيرا قتلناهم، يس! الشخصيات اللي ما بتموت ماتت، ما عاد اسمهم ما بيموتوا، طلع كلامكم صح، ثانوس هو الشخصية الوحيدة اللي لقيتها بتحسن تقتل هذا الزلمة، زائد انه معاه 15000 اتش بي واللي هو صراحة شيء عالي. نسيتي محتار على هاي الشخصية اللي موجودة هون، بدي اياها. في شغلة ما جربتها لهلا، واللي هو اني احط هدول الاثنين ضد بعض، ما عندي أي فكرة شو اللي ممكن يصير، بس هات لحتى اللي نشوف. على العموم، يب حيضربوا بعض. هذا كان كل شيء لهاي الحلقة، أتمنى إنه عجبكم الفيديو، أتمنى إنه استمتعتوا فيه. إذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك وتشترك بالقناة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ومع السلامة. ولا واحد منهم حيته للتاني. نايس.